أهلا بحضركم. السوشيال ميديا مقلوبة من الصبح على قصة مارينا صلاح، شابة عمرها 29 سنة دخلت إحدى المستشفيات الخاصة للعيون، توفت بعد إجراءها أشعة صبغة في المستشفى. القصة باختصار إن مارينا دخلت المستشفى لإجراء صبغة على عينيها، بعدها أخبرت زوجها أو قالت لزوجها إنها حاسة إنها بتموت. بالفعل فرقت الحياة. مارينا هي يعني أم لطفل رضيع عمره سنة ونص، محدش فاهم الحكاية إيه بالظبط لحد دلوقتي، ولكن عشان نقدر نقولها لكم ونعرفها لكم إحنا معانا الأستاذ فريد جلال، محامي أسرة الضحية. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. يعني طبعا ربنا يرحمها في البداية ويغفر لها، وخليني أبتدي مع حضرتك. يعني حكاية مارينا من الصبح وهي منتشرة على الفيسبوك، وقرينا بوست كتير بخصوص اللي حصل، وبما إن حضرتك محامي الأسرة فهل ممكن توضح لنا إيه اللي حصل بالضبط مع مارينا؟ ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. اللهم آمين. ربنا بيصبر زوجها وأهلها ومامتها وإخواتها. يا رب. إيه اللي حصل بالضبط يا فندم؟ هو اللي حصل يعني انا كنت غير ان انا المحامي بتاعهم، انا قريب جوزها وهو اتصل بي يعني الساعه 2:30 يوم الاحد بيصرخ بيقول لي الحقني مارينا بتموت. انا ساكن قريب شويه من المستشفى، فنزلت جري رحت له فبقول له ايه اللي حصل، لقيته واقف في الشارع عمال يصرخ يقول لي يقول لي الناس الحقوا. دخلت عليه بسرعة بقول له مالك فيه، قال لي مارينا بتموت. دخلت بسرعة جوه يا جماعة مارينا فين، لقيت طبعا المستشفى فمقلوبة وقافلين الباب من جوه، الباب اللي بيؤدي لغرفة الطوارئ يعني ما عرفش المكان ده كان اسمه يعني. يا جماعة أرجوكوا دخلوني، إيه اللي حصل، إيه اللي حصل فيه، طيب قولوا لي. قالوا لي لا هي كويسة كويسة كويسة. المهم طبعا أنا مش عارف أوصل معاهم لحاجة، طلعت بره فسألته حاولت أخليه يتملك نفسه عشان يقول لي اللي حصل. قال لي مارينا دخلت تكشف كان عندها مشكلة في عينها اليمين، احمرار في العين اليمين، فالدكتورة طلبت منها إنها تعمل أشعة بالصبغة، فعملوا الأشعة بس من غير ما تعمل لها تحاليل اللي هي السابقة للأشعة، فابتدى يحصل لها مضاعفات من الدقائق الأولى. كان هو بيوقف معاها، طلعت له من جوه قال لها قالت له الحقني انا بموت، الحقني الحقني انا بموت. فطبعا قعد يزعق في المستشفى الحقونا الحقونا بحيث ان حد يجي يلحقها. الموضوع طبعا حصل هرج ومرج في المستشفى لان حاله ما كانش معد ليها ان ده يحصل. ف ابتدت بقى اداره المستشفى تتحرك بعديها بدقائق. كانت طبعا الحاله سيئه جدا لان المضاعفات اللي بتحصل سريعه جدا في دقائق معدوده. ابتدى نزل دكتور، دي الروايه اللي رواها رامز ليا يعني. نزل دكتور وهو متاخر بيقول له اجري بسرعه اجري بسرعه، وكان بيشد الدكتور عشان خاطر يدخله للحاله يعني لمراته جوه. فالمهم دخل ابتدت الرعايه الصحيه تحصل، ولكن في وقت متاخر يعني كان الدقائق الاولانيه كانت عدت، حاولوا ينقذوها ما تمش انقاذها والقلب وقف، وابتدت اجهزه الجسم كلها تتوقف. وبعد كده حاولوا ينقذوها، كان في دكاتره كتير موجودين وحاولوا ينقذوها بس طبعا ما تمش الانقاذ لان كان الوقت المعد للانقاذ عدى. النقطة الثانية ما كانش في رعاية مركزة داخل المستشفى تسمح برعايتها، يعني ده كان من ضمن المشاكل اللي أدت للوفاة، من دي تاني سبب إن هي ما كانش في رعاية مركزة. فبعد وقت طويل أكتر من ساعة ونص محاولة إنقاذ، صدمات كهرباء بعد ما القلب وقف لدرجة إن في ضلع من ضلوعها اتكسرت. وبعد كده خدوا قرار بلغونا بيه إن هم هينقلوها مستشفى الكهرباء، المستشفى الملاصقة للمستشفى الوطني للعيون. فاحنا يعني انا حتى طلبت منهم اقول لهم احنا نوديها مستشفى، انا كل اللي يفرق معنا في الوقت ده حياه مريض،
فقلت لهم احنا نقدر ننقلها اي مستشفى انتوا عايزينها، يعني ممكن نوديها مستشفى كليوباترا، مستشفى الحياه، من اكبر المستشفيات اللي موجوده في المنطقه وقريبه. قالوا لي لا احنا هنوديها اقرب مستشفى عشان خاطر الرعايه المركزه والوقت هيفرق معاها والكلام ده كله. فانا قلت لهم ده يعني ده اللي يرجع، يعني ده قراركم انكم مش قراري انا، يعني ده الحاجات الطبيه دي انتوا اللي تفصلوا فيها. يعني حضرتك كنت متواجد وكنت بتطالب انه يتم نقلها لاقرب مستشفى موجوده للمستشفى اللي حضرتك كنتوا موجودين فيه. انا احنا بالنسبه لنا يعني اللي احنا نعرفه المستشفيات الكبيره، فقلنا نودي المستشفيات الكبيره، فهم قالوا لا الوقت هيفرق ويعني، فقالوا لا نوديها المستشفى فكان الكهرباء. اي اقرب مستشفى؟ اي مستشفى الكهرباء هي ملاصقه للمستشفى على طول، يعني هي بينها وبينها حوالي 50 متر. فنزلوا طبعا جت عربيه الاسعاف المستشفى ودخلوها، دخلت المستشفى. كل ده احنا ما نعرفش حاجه، احنا هو اللي قاله لنا وهي في المستشفى المواطن الديول ان الـ 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 ان الحاله كويسه وبتتحسن، لكن احنا طبعا لا نعرف ان كل الاعراض اللي حصلت دي ما احنا ما عرفنا عنها حاجه. هم قالوا لنا لا ده النبض بقى كويس والضغط بقى كويس وهي رجعت تاني للحياه. طبعا احنا يعني ما نعرفش اللي حصل كان ايه. المهم رحنا مستشفى الكهرباء، دخلت البنت فضلت بقى في الرعايه المركزه لحد تاني يوم. الدكاتره هناك يعني كل الناس يعني قالت ان الدنيا مش هتبقى الطف حاجه، يعني مش هيكون، احنا كنا بندعي من الله ان يحصل تغير للوضع يعني، لكن قضاء الله نفذ، يعني احنا لا اعتراض على قضاء الله. اكيد ربنا يرحمه. الله يرحمه. وطبعا جينا بالليل الساعة 12 بالليل امبارح لما لقينا الوضع كده، يعني توجهنا لقسم النزهة، عملنا بلاغ في الأول في واحنا قدام المستشفى الوطني، عملنا بلاغ في النجدة، والسيد المأمور جه والسيد رئيس المباحث معاملين المباحث كل بصراحة الاسم في دقايق معدودة كانوا عندنا هناك في المستشفى عشان نطلع التقرير. وبعد كده في بيننا التقرير طالع، هو اصلا يعني اغلب المديرين المستشفى او كل الموظفين اللي مسؤولين في المستشفى ما كانش حد موجود. يعني بعد ما الشرطه جت لقينا حد نزل وقال ان انا هكتب لكم تقرير، قلنا له احنا عايزين التقرير اللي طلع فيه بالظبط ان هي ما عملتش تيست وان هي للحقنه للحقن. ففي الاخر قلنا لا احنا هنعمل محضر والنيابه هي هتتدخل، لان هي قسم خريف واحنا واثقين يعني هي اللي هتتدخل وهتجيب حق البنت دي. فعلا النيابه العامه اتحركت والسيد وزير الصحه امر برئاسه اللجنه والعلاج الطبي الحر اتحرك من امبارح بصراحه. يعني حقيقي يعني احنا بنشكر كل الجهات احنا شفنا تعاون غير مسبوق يعني بصراحه حصل من امبارح. كل الجهات دي احنا بنشكرها يعني حقيقي، لان تحركوا غير ان هم تحركوا في الوقت نفسه كان بصراحه يعني كان سريع جدا، لكن في الاخر يعني بقال البنت توفت. الله يرحمها يا رب ويصبركم، يغفر لها يا رب ويصبر يعني كل الأقارب. معلش أنا بس يعني هرجع مع حضرتك لنقطة من جديد. حضرتك قلت إن هي كانت بتعمل الفحوصات المفروض اللي هي يعني ما عملتهاش والدكتورة طلبت منها الصبغة على طول، كان إيه تشخيص أصلا؟ يعني هل كان في أي نوع من أنواع التشخيص المبدئي؟ هل كانت مارينا عندها أي نوع من أنواع الأمراض ما كانش ينفع إن هي تعمل الصبغة يعني؟ لا حضرتك يا فندم، الأشعة التحليل اللي هي بالصبغة دي أي تحليل لازم تعمل بالصبغة لازم تعمله تيست، حتى لو كان المريض عمله قبل كده. يعني ايا كان عمله قبل كده لازم يتعمل له تيست قبل ما او تحاليل قبل ما يعمل ياخد الحقن بالسرعه. يعني دي اداه قتل، يعني ده هو فعلا هي اتحقنت بماده قاتله لان البنت عندها حساسيه. وحتى لو قلنا ان دي حاله واحد في الالف او اكتر من واحد في الالف هي حصلت، فمش معنى ان هو يقول ان ده طبيا ان ده واحد في الالف ما احنا ما نعملش اجراء تحاليل قبل البتاع ده بصراحه ده اهمال طبي يكاد يكون قتل خطا يعني. طبعا فبصراحه يعني اللي بيحصل ده يعني اهمال يعني ده مش اهمال طبي جسيم فقط، ده قتل خطا يعني، ده يعني
لو احنا بنتكلم ان هي وصلت للمرحله دي، لا يعني. وبعدين دي من اغلى المستشفيات في مصر يعني. وبعدين جوزها لما خدها ما عندوش على فكره ميديكال انشورنس، ده راجل دافع، ما عندوش تامين طبي، ده دافع الفلوس من جيبه يعني، ورايح من اغلى الاماكن عشان يحصل على افضل خدمه، يكون هي دي النتيجه يعني. الله، او ايا كان الكلام طبعا ما في حاجه ترد، لكن الله يرحمها ويصبرهم. ويعني مش عارف بصراحه، الكلام يعني يعجز عن وصف هول الموقف اللي طبعًا احنا فيه. طبعا طبعا. طيب انا معلش هسأل حضرتك، يعني هي مارينا دخلت المستشفى زي ما حضرتك قلت يوم الاحد الساعه 2:30 عشان تعمل بعض الفحوصات، لا قبل 2:30، دخلت قبل كده. قبل 2:30، وتوفت امتى او توفت بعد قد ايه؟ اتوفت النهارده الساعة تقريبا الوقت ده. كل ده كان في محاولة لعملية يعني، أو لتم إن هم ينقذوها. يا فندم هي كانت طالعة تقريبا من المستشفى، كل الأجهزة يعني كل الأجهزة كانت توقفت. يعني يمكن اللي خلاها تعيش الكام ساعة دول سنها الصغير. يعني اعتقد ان لو كان السن كبير شويه اعتقد ان كانت ما خدتش دي. طب هي المستشفى يعني اللي حضراتكم كنتوا فيها يعني، وهي خارجة لزوجها بتقول الحقني أو انقذني أو حاسة إن أنا بموت، يعني كان رد فعلهم إيه؟ هو طبعا ما بقول لك، في الاحداث اللي زي دي لما بيحصل حاجه زي ده وما كانش فيها استعداد في المستشفى بيحصل هرج ومرج طبعا يعني. وبعدين بيدوروا بقى، هم اكيد بيدوروا في وسطهم مين اللي هيشيل المسؤوليه. تعرف عليك كل وقت واحد بيدور على نفسه، مين اللي يشيل المسؤوليه ومين اللي هيجري ومين اللي هيعمل ومين اللي هينزل. وما كانش في دماغهم ان ده هيحصل، هو ما كانش يتوقع ان ده هيحصل يعني، هو ما كانش متوقع ان ده هيحصل. فطبعا لما حصل ما فيش استعدادات وما فيش اكسجين جنبها وما فيش طبعا حصلت المضاعفه. اتفضلي. حالة الزوج يعني الله يعينه، هو عنده تقريبا صدمه عصبيه، وطبعا ما كانش متخيل يعني واحد داخل بمراته تعمل تكتف على عينيها حاجه بسيطه، ما حدش متخيل يعني صدمه عصبيه طبعا في اول جوازهم، عندهم طفل عنده سنه، يعني حاله صعبه جدا جدا يعني. يعني حضرتك تخيلي ان واحده داخل على رجليها مستشفى عندها 29 سنه يعني، في مقتبل عمرها لسه متجوزه يحصل كده طبعا. فدي الاقل ما يقال عليها فجعه، ما يتقالش عليها اكتر من كده. ربنا يصبره يا رب يعني. ربنا. خليني بس يعني وانا بنهي مع حضرتك اسال حضرتك عن يعني اجراءات الجنازه تمت فين؟ احنا صلوا عليها في كنيسه مارجرجس جزيره بطرام في دبرا، وبعد كده تم الصلاه عليها مره اخرى في قريه قلوس صمدوط المنيا، مكان اقامه زوجها او بيت العائله بتاعته يعني. وتمت الدفنه في مدافن العائله في المنيا. ربنا يرحمها ويصبركم يا رب ويصبر اهلها واقاربها كلهم يا رب، ونعم بالله. أستاذ فريد جلال، محامي أسرة الضحية ومن الأقارب كمان، بشكرك على وجودك معنا على شاشة التلفزيون يوم السابع، وربنا يصبركم مرة تانية. بشكرك يا فندم، ربنا يرحمها ويصبر أهلها ويغفر لها يا رب. طبعا يعني حاجة صادمة ومفجعة، محدش يتخيل أبدا أنه يكون داخل المستشفى لكشف طبيعي يعني أو إجراء طبيعي يخرج فيش حياة. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها مرة تانية. بشكر حضراتكم متابعينا، وأكيد أنا وفي حضراتكم بكل التفاصيل الجديدة. شكرا لكم، كنت معكم شروق وجدي، وإلى اللقاء.